العروسية طريقة صوفية بتنتسب للشيخ أبي العباس أحمد بن عروس دفين تونس، أحياها وجددها الشيخ عبد السلام الأسمر من ليبيا، عشان كده بيسموها العروسية الأسمرية. الصوفيين وأتباع الطريقة بيعتبروا الشيخ الأسمر من أهم علماء ودعاة الإسلام في القرن العاشر الهجري. كان منهجه بيهتم بمختلف طبقات المجتمع، ما انحصرش في الطبقة المتعلمة بس، وده اللي جعل منه قائد روحي في شمال أفريقيا كلها. ويقال إنه تسمى بالأسمر لأنه كان بيحيي الليالي سمراً في طاعة الله، وكان بيضرب مع أصحابه بالدفوف أثناء الذكر، وده اللي لسه محتفظة به الطريقة العروسية في سيوة لحد النهاردة، واللي بتعمله كل يوم خميس جنب ضريح سيد سليمان، وده أحد الصالحين اللي معروف بين الأهالي بسلطان سيوة. يا قمرة الليل خان الطريقة، قلبي مهيار ويبتريقة، وانا نبذل في أهل الحقيقة، شيخ الطريقة غايب علي. Set up.